السلام عليكم خواتاتي، شباركم؟ واش كتعاودوا كلشي مزيان؟ اليوم الجو زوين بزاف، وبديت لكم فلوق حتى جوج ونص. هاد النهار هذا صافي ما طيبت فيه حتى شي حاجه، باقي كسكسو اللي حضرت مع مديحه صاحبتي اللي مره الخميس غيكون قبل من هاد الفيديو، غيكون داك الفيديو ديال خملت الصالون. المهم غادا دابا نجيب نور من الحضانه وغادي نمشي نخرج انا وياها. صافي تنقرب يجي راجلي وغادي نرجع نحط العشاء. المهم انتما تشوفوني مع راسي فين غادي نمشي انا وياه صراحه، وانتم معايا. نخرج واحد شويه من روتين ديال شقه. صراحه هاد الايام دازت عليا في التخمال، ما صورتش لكم رانا خملت الكوزينه، وما صورتش لكم رانا خملت البيوتا وداكشي، حيت راه انا ديجا دايراها معكم في القناه. البنات يرجعوا الفيديوهات القدامى يلقوني بالتحضيرات ديال رمضان شنو درت فيها. ما بغيتش نعاود نفس لا فيديو. نتلاقى معكم بعد قليل، نقطع الشانطي ونرجع معكم. المهم قطعت الشانطي باش نبقى نهضر حيت الطوموبيلات كانوا واقفين تما، كتجيني تنحشم نبقى نهضر والطوموبيلات تسطو وشي حنص فيه يقول مالي هادي مسطي. المهم انا دابا كيف قلت لكم غادي نجيب نور من الحضانه، غادي نخرج واحد شويه نمشي انا وياها نمشي لواحد المحل كيبيع كلشي باورو. شوفوا الجديد اللي جا. المهم الا ما لقيتش على الدوال وقدرت نهبط للاكسيون، باغي ناخذ الزينه ديال رمضان، بغيت ندخل شويه اللمسه ديال رمضان لداري. راكم عارفين هنا في اوروبا راه ما كاينش الجو ديال رمضان، الا ما درتيش الاجواء في ديارك ما كيبانش لك راه كي رمضان كاع. ونحاولوا بغيت ندخل شويه زينه الا لقيت كيفاش شي حاجه اللي غنزوق بهم داري ومبين راه رمضان كاين. ما كرهتش نوريكم حتى نتوما هكا البنات اللي في الغربه، البنات اللي في الغربه يزوقوا ديورهم حتى هما ويدخلوا واحد اللمسه زوينه ديال رمضان للدار، هكا لمسه العيد لمسه رمضان كاع داكشي كنبغيو ندخلو حنايا، بغيو نخلقوا الاجواء حنايا. درجه الحراره 22، الجو غزال غزال. لبست التريكو جديد اللي ديجا شاركت معاكم، اللي خديتو جديد صراحه ما فهمتش انا مالي طيح على اللون الاصفر محمقني. وصافي وانا غادا دابا نجيب نور تكلات خرج معايا قرعة الماء ديالي. يلا نتلاقى معكم ملي نخرج نور من الحضانة ان شاء الله. يلا حتى هي هز عليها قرعة العصير معايا، ربما يجيها العطش، وهز عليها بيمو بحال ما هكا لا تقلقت ولا شي حاجه، هاد بيمو لي صغيور. صافي شويه د المالي قرب. ها نتوما كتشوفوا اجواء المدرسه، غدا نور غتشد العطله. صافي غدا اخر نهار غتشد واحد جوج سمات بمناسبه كونينغزداغ. ها انت كتشوفوا الوليدات لابسين اوغانيه لابسين ليموني، نور مخرجينهم تاوني. انا فاش ديتها خرجوه لقيتهم مخرجينهم برا. خرجت نور من الحضانه، حنا غاديين داخلين وسط واحد بحال البارك. الشيره لقيتها عرفتي سخونه في القسم حيت لابسه سليب فوقاني وخليتها برومبرس تحتاني نصكم. صافي حنا غاديين دابا يا شادين طريق لواحد السونتر، حنا قريب لنا كيقولوا لي كاستيل بلين. باغي نمشي تما كيف قلت لكم هذاك المحل اللي كيبيع اورو، داكشي باورو، ماشي كلشي باورو، غير واحد البلايصه كيبيعوا فيها داكشي باورو، ولكن داكشي اللي حاطين في الفيترينه وداكشي ديري لي الاثمنه ديالو. ايوا هنا راه نور عاجبها الحال، غاده وكتغني كتشرب في العصير ديالها. وش هاد البارك شحال زوين الخضوريه. وين دخلنا السونتر ديال كاستيل بلين، ندور فيه حتى نشوف شنو كاين شنو جادي. هذا هو اللي باغي ندخل عنده انا اللي عنده كلشي باورو، هو هذا. كاين اول حاجه خصني نتقلب على التواليت باش نبدل النور في زقا سروالة، عامر بالما كانت كتلعب. نشوف هذا شي تواليت عاد غادي نرجع الا لقيتها. جايبين صنادلات ديال الصيف ايدوس، هنا دايرين 70% في داكشي. شوفو شوفو التواليت. دخلت هذا داك المحل نشوف هادو شنو هما.
هادو كي تحط لهم كيك تاني خاصين لينيت. شحال واحد هنا، شحال واحد هنا. المهم هادو خاصين لي انايا، كي تحط لهم كيكة عندهم طابع. بخير ماما. هنا هاد المعلقة ديال العبار هما خاصيني. شنو ماتي ولا شادشي؟ دلك يقطعوا بهم العجينه، يمكن نحتاجو مش هادشي. ان شاء الله افكاي كاجو كنبات هنا. بو 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 اوكي صافي. عطيني شادو سليلات ديال الحديد. كيكا يا كيكا. ميلات شحال زوينين غزالين صراحة. كل حدا بثمنه، بحال دابا هادي 5 اورو 8 اورو. زوين اللون ديالهم، زوين بزاف. نشوف شنو داك المحل. تقديت شي حاجة من عندو حتى للدار ونوريكم اشنو خديت. دابا غنمشي نجلسو عند واحد مول الايس، نشري النور ايس، نجلسو ناكلو عندو شويه، ومن بعد عاد نشوفو فين نمشيو عاوتاني. يلا هادي مخبزه هنايا. صافي هنا دخلنا المحل، نتوما كتشوفو في الانواع، ولكن ما خديناش هذا اللي في الثلاجه. حنا خدينا ساندي نور، خديت لها بالشكلاط، وانا خديت ليا بالفريز. المهم البنات جينا جلسنا في هاد القهوه هادي. شوفوا نور كي دايره بالشكلاط. ايش اسيت خديت لها هي ديال الشكلاط، ما غاديش يعجبها ابي كيكون شويه حامض. حنا خرجنا من السونتر، حنا غاديين دابا نمشي نحط هاد الميكه اللي ادبات. نشكي كيفاش دايره ليها ادباتني في الكروسه، غنحطها في الدار وعاد غادي نمشي الطريق الاكشن وصافي. مي هشام غنعيط ليه يكون جاي من الخدمه يطرقني ونرجعوا للدار اكشن. كنقل منا. شوف دابا شنو غادي ناخذ منا ان شاء الله. انا باقي شاد الطريق الاكشن دابا. مشيت حطيت داكشي في الدار، عطيت النور تشرب، وحنا غاديين دابا شادين الطريق الى اكشن. اكشن البنات. 20 دقيقه لرجليه اللي بغيت نمشي ليها، يعني عندي بعيده بزاف. كي ماشي مشكل مزيان مره الواحد يتمشى، ولكن اليوم انا تمشيت بزاف والله. من خرجت مع 12 مشيت درت انا ونور، درنا مزيان، اديتها للحضانه ورجعت للدار، استراحت واحد شويه. هي باش بديت معكم فلوق بديت مع 2:30 وصافي هادشي اللي كاين. قالت بغيت ورده، عطيتها ورده. وحنا شادين الطريق دابا، يلا نتلاقى معكم في اكشن ان شاء الله. اكشن دابا خديت النور غير العجين، خديت لها العجين وخديت لها هادو اللي كطبعوا بهم العجين، مشات وليت تلعب بهم. دابا غادي نمشي انا ل واحد البلاصه ونشوف الا كاينه شي حاجه زينه رمضان. دابا 4:30 بدات كتبكي كاعات في الطريق. من غادي نشوف الا لقيت شي حاجه انا نشاركها معكم. انا جيت دابا للدار، غادي ندوز ونتعشى ونشارك معكم مشتريات اللي انا خديت من اكشن، واللي خديت من هذاك المحل ديال الاورو،
ومهم انت شو رجع معكم. وهنا البنات جيت دابا صافي العشيه وصلت لمين هادشي كتشوفني بالطابليه غادي نوريكم ديك الساعه طلع نبدل الحويجات. بغيت نوريكم شنو خديت من عند داك المحل اللي كيبيع كلشي باورو. شنو اللي كيبيع كلشي باورو؟ هذوك اللي كاينين في الصنيدقات ليمونيين هذوك كلشي باورو، اما اللي حاط في 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 الماريوات وفي البلاكارت وداكشي هذوك كل حاجه ودير لها ثمنها. فمازال خديت انا هاد السيرفيس شوفوا شحال زوين ديال الحمام. هذا كدير فيه صابون تحطي فيه هذه الشيته ديال السنان، هذه كتحطي فيها الصابونه، وهذا كتحطي فيه حتى شي حاجه ما عرفتش شنو هاد الشيته تحطي فيه. هذا القطن هذا راه كتهيد هي راس من كلشي. هذا خديته ب 5 اورو شتو البنات. هاد السيرفيس خديته للدار ديال المغرب. خلاص هادو خديتهم ملي كتحط عليهم كيكه يعني الكاب كيك بحال ما هكا. هذا كاس خديته للنور. خديت لها العجين من هذه خديته لها من كريت فات هذا. وخلاص خديت هاد المعلقه حتى هما باورو من عند هاد المحل اللي فيهم هاد المعلقات ديال العبار ديال الحلوه ولا ديال اوكليت. دابا ندوز نوريكم اشنو خديت من اكشن او اكسيون. البنات الا بغيتو نشارك معكم الزينه اللي غادي نزين الدار في رمضان باشياء بسيطه غير باش نخلق جو ديال رمضان في الدار. المهم البنات خديت هادو ال دي هادو كيشعلوا بالضو. خديت هاد الالوان هادو فيهم بيض والغوز والشيبي. خديت الكبارات هاد التويشي هذه اللي كتشعل بالضو، من بعد غنقول لكم علاش بغيتها. وخديت الحروف اللي كيتخشاو فيها. شوفي انت شنو بغيتي تكتبي وديريهم فيها وتشعليها بالضو. غندير لكم فيديو خاص في زينه ديال رمضان ان شاء الله. خلاص خديت النور هاد الطابعه ديال العجين اللي خديت ليها من كيفا. خديت لها الطابعه ديالو من اكشن. هذه حتى هي هزاتها كانت كدور هزاتها وخليتها ليها لعبه فيها شي حاجه ديال السيليكون. خديت لها هذا الكاس هكا الا كانت في الجرده وبغات تشرب من بحال هذا حيت حنا عندنا ديال الزاج. هي خديت لها هادو ديال بلاستيك زوينين وحتى لا كاع هزات وهكا ما غاديش يتكفح ولا شي حاجه عمليين. خديت هاد الفانوسات حتى هما الديكور ديال رمضان ديكور بالنسبة رمضان. خديت هادو هاد الديكورات هكا. خلاص خديت زيت كوكو. انا كناخذ ديما هاد البيو تناخذش الاخر بيو احسن. هاد الشميعه اللي ريحتها كتحمق عرفتي ريحتها واعره البنات. البنات الا شفتوا هادي كاينه في اكشن خذوها. خديت بلاطوات غير لينا حنايا غير للدار نسربي فيهم انا ديال الضيفان عندي الفوق. خديت هاد الشكل هذا ديال الكوفي وخديت هاد الشكل زوينين ياك زوينين. هادو دايرين واحد الاورو الواحد. خديت شي طبيصلات حتى هما بقيت غير ثلاثه خساره والله الا خساره. سمعوا ولا غنلقى شي بزاف هاد الشكيلات هما زوينين. شوف هاكا تسربي فيهم بريوات ولا نسمان ولا شي حاجه في الطبله. خديت ثلاثه لقيت غير ثلاثه هاد اللون كاين الخضر وكاين الاحمر ما عجبنيش انا عجبني هاد الكولور. تتقولي رايي ديالكم في الطبيصات. يلا لقيتهم جابوهم هادو جدادين في اكسيون البنات. الثمن ديالهم والله ما عقلت ما ممكن نقصش البون. شتو البنات زوينين هادشي مشتريات لرمضان تقاسمتهم معاكم البنات. انا البنات اللي تقولي حضري هذاك العام شاركت معاكم ما كنحضر والو في رمضان اللي كنطيبو النوم كناكلو اليوم. ما انا شنو اللي كندير ديما راه هو الربيع صافي. ما كنجمد حكمه طيشه
ما كان ندير الفلفلة، ما كان جمد البصلة، ما كان نهار نهار اللي نكون عيان وما فيا لا نقرض لا بصلة لا فلفلة لا هذا، كنخرج نشريهم مقرضين. علاش اختي انا راه قال لك البنات دواو هذا العام على الناس اللي كيحضروا رمضان وكيجمدوا، قال لك اخطر حاجه هو التجميد البنات، ردوا بالكم داك البريوات وداك لي با ديال البيتزا، الناس اللي كيجمدوا با ديال البيتزا ولا تقول كالبريوات هما اللي كياخذوا الوقت نجمدهم. لا 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 حنا هنا اوروبا عندنا الوقت، نوضي مع 9 الصباح راه الاذان عندنا حتى ل 10، ورا تعجني بريوات ديالك وديال جارتك وتفرق على الدرب كامل، راه عندنا الوقت كامل. انا بعدا راه كندير كلشي الصباح وكنتهنى في العشيه، كتوصل ديك التسعود كنوض غير مسخن كلشي كنديرو الصباح. انا تشوف تطلع لي ساليت، انا كنوض نخدم في الحال بارد، كنخدم في الصباح والله كنخدم في الحال بارد، يعني ما كنتسناش انا حتى للربعة نكون تساسيت، لا انا كنخدم وانا يلا فايقين يعني عندي الطاقه يلا مسحر مع ثلاثة، كنوض الصباح كنكركب كلشي ندوز عليه، كلشي كنديرو الصباح صافي ثلاثة ولا جوج كتلقاني ساليت. هذيك لقيتها كنجبد عليه حتى كيجي يجي مع الخمسة، صافي ديك الساعة كنعطي بنتي تاكل، كنوض ندير شي حاجة ولا كنبقى مجمعة في الجردة ولا شادة السوم في التلفازة، كنصلتوني كنوض غير نسخن. ايوا كيجيسكم حاد قايا لا لا لي داكشي هادي سربت سربت صافي دابا شنو بقى راه سبع الله رب نور ما نعساتش كاع. لا بنتي البريز لا بريز لا غادي نجمع هاد الشيء ان شاء الله، مي غادي نبدا نصيف في الدار غادي نشارك معكم كل. لا بنتي هذا لا حامض حامض هاهو يلا سيري يلا البنات هنايا وسديت معكم فيديو، تسنوا مني فيديو جاي ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله على الزينه ديال رمضان، نشارك معكم افكار باش تزينوا البيوت ديالكم، دخلوا لمسه رمضان في البيوت ديالكم والحمد لله على كل حال ربي كبير. شنو غنقولوا ما عندناش الاجواء هنايا، يلا السلام عليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، نتمنى من هذا النهار يكون الاعجاب ديالكم نور عجبها الحال بزاف، اليوم خرجات وما نعساتش ايوا صافي هادشي اللي كاين، يلا باي باي.